الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. ادى الامانه وكشف الامه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتى اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. البركة موضوع خطبة هذا اليوم إن شاء الله تعالى. أيها الناس، اعلموا أن الكثير يشتغلون لهذه الدنيا، وأن كل عمل غير خالص لله يكون منزوعا أو تكون البركة منزوعة منه. فسبحان الله، الله سبحانه هو الذي يبارك في شيء، هو الذي يبارك في العمل، هو الذي يبارك في الرزق، هو الذي يبارك في الذرية، هو الذي يبارك في المال سبحانه. وليس فضل العمل وسعة الرزق بكثرته وطول العمر بمر الأعوام والسنين، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيهما. فإن كانت هناك بركة الحمد لله، وإن لم تكن بركة فلو اشتغلت الليل والنهار لا بركة، أسأل الله السلامة. لذلك سبحان الله، حتى الأنبياء الصالحون كانوا مباركين ويسألون الله البركة سبحان الله. هذا أيوب عندما كان يستحب وهجم عليه سر من جراد من ذهب وبدأ يحثو بيديه، فقال يا ربي لا غنى لي بالبركة، لا غنى لي ببركتك يا الله. هذا عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا إبراهيم عليه السلام وباركنا عليه وعلى إسحاق، وباركنا عليه وعلى إسحاق. نوح كان يدعو ربه، نوح عليه السلام يقول ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء وبارك لي فيما أعطيت. البركة يا ناس، البركة ما كانت في شيء إلا كثرتها، وما كانت في قليل إلا وزادت فيه، وما كانت في كثير إلا ونفعت به. البركة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهذه الأمة ويقول اللهم بارك لأمتي في بكورها. أي شيء تفعل أيها المسلم في الصباح الباكر تكون فيه بركة سبحان الله، بركة. والقرآن مبارك، الله سبحانه قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قرآن مبارك، ذكر مبارك، ونزل في ليلة مباركة، نزل في ليلة القدر وهي ليلة مباركة، وفيه سورة مباركة، سورة البقرة. قلنا وفيه سورة مباركة سبحان الله. عن ابي امامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، بمعنى لا تستطيعها السحرة. قرآن مبارك، لذلك نحرص على البركة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس رضي الله عنه يا بني إذا دخلت بيتك فسلم
يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. البركة يا ناس حتى في الطعام، عندما يجتمع الناس على الطعام تكون بركة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر هذه الأمة بلعق الأصابع والصحفة بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدرون في أين البركة. البركة. وحتى هذا المسلم إن أراد الزواج نقول له في الدعاء: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. حياة المسلم كلها مباركة، والحمد لله. أرض مباركة، أناس طيبين مباركين، فينبغي المسلم أن يحرص على البركة. الحمد لله، البركة هي من الله سبحانه وتعالى، هي من الله سبحانه وتعالى، تنفع هذا المسلم في ماله وفي عمره وفي ذريته، في كل شيء يعمله، وفي وقته كذلك، وفي عبادته. نقول أطال الله في عمرك، بمعنى بارك الله في عمرك، أي عمر قليل تكون في أعمال صالحة كثيرة يرضى الله عز وجل. أما المال حتى وإن قل وكانت فيه بركة خير من مال كثير لا بركة فيه. لذلك نحرص أيها الناس على أن تكون حياتنا كلها بركة، وأن تكون البركة في حياتنا. إبراهيم بن الأدهم هذا أحد علماء السنة، حاوره رجل قال: ليس هناك شيء اسمه البركة. قال: هل ترى الأغنام والكلاب؟ قال: نعم. قال: أيهما أكثر، الأغنام أم الكلاب؟ قال: الأغنام طبعا. قال: كم ينجب الكلاب؟ قال: الكلاب تنجب إلى سبعة، إلى سبعة كلاب صغيرة، أما الأغنام فتنجب فقط إلى ثلاثة. قال: إذن من الذي يكثر هذه الأيام؟ قال: الأغنام، حتى بالرغم من ذبحها وقلة عددها، أحيانا هناك أعياد وكذا وكذا، لكن نرى الأغنام أكثر بكثير من الكلاب. قال: هذه تسمى بركة. قال الرجل: ما السر في ذلك يا شيخ؟ قال: اسمع، الأغنام ترقد أول الليل وتستيقظ قبل الفجر، فتدرك وقت الرحمة فتنزل عليها البركة. أما الكلاب فتنبح طوال الليل حتى إذا دنا الفجر هجست ونامت ولم تدرك الرحمة وتنزع منها البركة. سبحان الله، هذا مثال قوي على البركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين، وأن يجعل البركة في أعمارنا وفي أعمالنا وفي أموالنا وفي ذريتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين